بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا ما يزال موصولا في الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن تقسيم القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت إلى معجزات متواترة ومعجزات مشتهرة أو منتشرة ومستفيضة ومعجزات آحاد. وهذا التقسيم هو تقسيم المحدثين للأخبار، فالمحدثون يقسمون الأخبار إلى الأخبار المتواترة التي نقلتها جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، بحيث علم الناس بها جميعا علما ضروريا وليس علما نظريا. والقسم الثاني هو المشتهر، ما رواه اثنان فما فوق اثنان، ثلاثة، أربعة، وأقل منه ما رواه واحد وما رواه اثنان كالعزيز والغريب، يعني في خلاف بينهم في تحديد حد الآحاد، هل هو من ثلاثة أو من أربعة أو من خمسة أو من ستة أو من سبعة، وبداية المتواتر أين يبدأ المتواتر، هل من خمسة أو ست سبعة أو اثني عشر أو أكثر من ذلك. على كل حال، فالقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه قسم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من التقسيم، ثم بين أن المعجزات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أحد لها حكم المشتهر، لا حكم المتواتر أو المشتهر على الأقل، بدليل أن كثيرا من هذه المعجزات الآحادية وقعت في جمع من الناس، وذلك الجمع جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يسكتوا على أمر يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوتهم عن الرد على من روى تلك المعجزات يدل على أنهم موافقون، وموافقتهم تعني أن تلك المعجزات صحيحة، صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضف إلى ذلك أن مرور الزمن، يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، أن مرور الزمن لا يزيد لهذه المعجزات إلا تأكيدا، بينما الأخبار المزيفة والأخبار الباطلة مع مرور الزمن ينكشف عوارها وينكشف وينجلي بطلانها، ويعلم الناس أنها غير صحيحة. فتلكم المعجزات الواردة في كتب الدلائل وفي كتب أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن المعجزات الواردة في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي المسانيد المشهورة والمصنفات المعروفة، هذه يعني أصح من غيرها التي وردت في بعض كتب الدلائل، ولكن ذلك كله كما يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه سكوت الصحابة على روايتها ونشرها وانتشارها والتحديث بها يدل على موافقتهم لها، خصوصا وأنها وقعت في جمع من الناس كما بينا في الأمثلة التي ذكرنا منها. وهي يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم، أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم، كان ذلك وقع في موطن اجتماع أي في محل اجتماع جمع من الصحابة، قد يكونون مئة أو ألفا أو ألفين أو عشرة آلاف كما في فتح مكة، أو مئة ألف كما في حجة الوداع، في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق، ذكر المثال بيومي الخندق الذي حضر فيه أكثر من ألف شخص في قصة جابر رضي الله تعالى عنه، في أكل الجميع من مد من الطعام مع عناق من المعز، وكذلك ما وقع في غزوة بواط
الذي رواه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الناس، ووضع يده في إناء من الماء فتوضأوا فيه عن آخرهم وملأوا أوعيتهم بالماء وسقوا بهائمهم. وكذلك عمرة الحديبية التي ذكرناها في الدرس الماضي، عمرة الحديبية لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته في بئر الحديبية ففارت ماء فسقى الناس واستقوا. وغزوة تبوك كذلك، حيث جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أزوادهم، جمعوا أزوادهم وبركها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها، ثم فرقوها فملأوا منها أوعيتهم. لما خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فناء أزوادهم، فناء زادهم، وخافوا من نحر إبلهم أنهم إذا نحروها وأكلوها لا يجدون ما يركبون، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يدعو لهم قال: اجمعوا ما عندكم من الزاد، فمنهم من جاء بالمد ومنهم من جاء بالصاع، وأكثر ما جاء به الناس الصاع، ثم الأقل منه فالأقل. فلما جمعوا ذلك في نطعين، أي في فرو من الجلد، في الجلد جلد ما كالجلود التي يصبغها الناس ويستعملونها للطحين ولغير ذلك من الأمور، فجمعوا تلك الأزواد في نطعين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك الأزواد، على تلك على ذلك الخير المتبقي من زاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا. فأخذ كل واحد منهم ويملأ ما عنده من الأوعية، فملأوا أوعيتهم عن آخرهم. فكان ذلك معجزة وتأييدا وزادا، معجزة يعني لأن خارق للعادة، وتأييدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقوية لإيمانهم، لأنهم لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ودعا فظهرت بركة دعوة الله وسلم في الحين، وزادا لهم حيث يعني أخذوا من هذا الزاد ما يكفيهم لرجوعهم إلى المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثالها من محافل المسلمين، أي وأمثال هذه الأمور التي وقعت في محافل المسلمين، أي في مجامع المسلمين ومجامع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، لم يؤثر أن أحد من الصحابة رد على من قال بهذا الحدث ورواه، لم يرد عليه أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولم يؤثر كذلك إنكار أحد منهم عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رواه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه: فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، لأن الإجماع عندنا نوعان من الإجماع: الإجماع الصريح والإجماع الظني. الإجماع الظني وهو الإجماع السكوتي، الإجماع الصريح هو أن يتكلم كل واحد منهم بما يوافق صاحبه فيكون صريحا لأنهم وافقوا باللفظ، والإجماع الظني هو الإجماع السكوتي، أي أن يتكلم واحد أو اثنان أو ثلاثة ويسكت الباقي في محل البيان، في محل ينبغي أن يتكلموا بما يوافق إذا رأوا خطأ أو رأوا ما يخالف الصواب. فكان الإجماع السكوتي حجة، كان الإجماع السكوتي حجة، خصوصا إذا وقع ذلك أمام الساكتين ولم يكن هؤلاء الساكتين أو لم يكن هؤلاء الساكتون من المداهنين، أي الموافقين على الباطل وعلى الخطأ، فإجماعهم سكوتي ومعصبة. هنا يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: سكوت الساكت منهم كنطق الناطق، يعني إمعانا في قبول إجماع الصحابة السكوتي. إذا أجمع الصحابة سكوتيا، يعني الإجماع السكوتي هذا النوع الثاني من السكوت بالنسبة للصحابة، إذا أجمعوا عليه ووافقوا عليه فهو بالنسبة إليهم كنطق الناطق. لماذا رفع قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه الإجماع السكوتي إلى مستوى الإجماع النطقي أو الإجماع الصريح؟ لماذا رفع؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيقول لا يداهنون، الصحابة لا يسكتون عندما يسمعون شيئا يخالف الصواب. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه:
إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل، لأن الصحابة منزهون عن السكوت على لا يسكتون على باطل رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ومنزهون عن المداهنة في كذب، لا يداهنون في كذب. والمداهنة هي المطاوعة في الباطل، أن تطاوع شخصا ما في الباطل، هم لا يداهنون كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمداهنة هي الموافقة على الباطل أو الموافقة على الكذب، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم منزهون عن ذلك، لأنهم إذا سمعوا شيئا أو رأوا شيئا يخالف الصواب لا بد أن يتكلموا، وهذا ويعني واقع في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا. من ذلك على سبيل المثال أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فرق للصحابة رضي الله تعالى عنهم حللا، يعني فرق لهم توابا لكل واحد منهم توبا، وهو لما صعد المنبر يريد أن يتكلم لبس توبا و يعني زاده طرفا آخر من توب آخر، يعني باش يكون التوب ديالو ساتر، يعني أضاف إليه توبا آخر. فقال لهم أيها الناس اسمعوا واطيعوا. فقال له بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين، حتى تبين لنا من أين لك هذا، قد أعطيت لكل واحد منا توبا وأنت تلبس توبين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا عبد الله يا ابن عمر، إذا هو يقوم من الصف، قال قل للناس من أين لهذا التوب. فقال له إن أبي كان توبه قصيرا فأعطيته ثوبي فأضافه لثوبه، يعني هذا التوب هو ثوب ابنه، نصيب ابنه أعطاه لأبيه. فقال له القائل قل الآن نسمع ونطيع، يعني الآن تكلم ونحن نسمع ونطيع. هذا مثال بسيط جدا، والأمثلة كثيرة. فالصحابة لا يسكتون، عمر رضي الله تعالى عنه نفسه لا يمكن أن يسكت على شيء يراه مخالفا حتى لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعطي الدنية في ديننا، حتى بين له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لهشام ابن حكيم لماذا تقرأ هذا القرآن هكذا بقراءة لم يقرئنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتذبه وأخذ بتلابيبه وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، فأرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت. فقال له اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، فقال له هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لا يمكن أن يسكت على إنسان ويقرأ القرآن بقراءة لا يعرفها ثم يسكت على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ليس هناك رغبة ولا رهبة، لأن ما الذي يجعل الإنسان يداهن ويماكر ويداري؟ ما الذي يجعله؟ إما الرغبة وإما الرهبة، أي إما الطمع فيما عند الشخص الذي يفعل المداهنة من أجله، وإما الرهبة منه، أي الخوف منه. إما أنك تسكت على باطل لأنك ترجو ذلك المبطل الذي يرتكب الباطل، يعني ترجوه، أو لأنك تخافه، واحد من الجوج، إما رغبة وإما رهبة. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا كان الصحابة رضي الله، ليست لديهم رهبة ولا رغبة من أحد حتى يداهنوه، ولكنهم لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لأنكروه، لو سمعوا شيئا هو منكر في نفسه لأنكروه ولما قبلوه، كما أنكر بعضهم على بعض أشياء، رواها من السنن والسير وحروف القرآن، يعني يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينكرون عليه، يقول من أين لك هذا، يعني لو إن لم تأتي بشاهد سمع معك هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلت بك كذا وكذا، كما قال عمر لأبي موسى
الأشعري رضي الله تعالى عنه في حادث الاستئذان، في حادث الاستئذان، وكما فعل علي رضي الله تعالى عنه إذا سمع من شخص سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، استحلفه، يعني يضيف إلى إخباره استحلافه، يستحلفه هل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحروف القرآن كما ذكرنا مثال عمر مع هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم، خطأ بعضهم بعضا. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر جمع عمرة، كم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العمر، فيحدث في الروضة الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر عمرا، منها عمرة في رجب. فقالت السيدة عائشة وهي في الحجرة، قالت رحم الله ابن عمر، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وابن عمر شاهد وابن عمر حاضر، بمعنى أنه دائما حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، في عمرة الحديبية، وفي عمرة القضاء، وفي عمرة الجعرانة، وفي عمرة الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر دائما حاضر. وهذه العمر كلها وقعت في ماذا؟ وقعت في ذي القعدة. فحدث أنه كانت إحدى هذه العمر في رجب، فوهمته السيدة عائشة رضي الله تعالى وأنكرت عليه وقالت له هذا غير صحيح، هم لا يسكتون على مثل هذه الأمور. وكان هذا من باب النصح في الدين، من باب النصح في الدين. فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته. قل القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، هذا النوع، يعني هذا النوع المنتشر الواقع في المحافل والمجامع والمعسكرات، معسكرات المسلمين في تبوك وغزوة بواط وغزوة الحديبية، هذا كله يلحق بالقطعي المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيناه، أي لتلك الأسباب التي بيناه من عدم سكوت الساكت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على باطل. وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لا بد مع مرور الزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، يدل على أيضا على أن هذه الأخبار صحيحة، أن الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل فإنها مع مرور الزمان تنكشف وينكشف ضعفها وتظهر ويظهر ويكون خمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة، ما أكثر الأكاذيب والأباطل التي يروجها الناس وانكشف عوارها وأصبحت في خبر كان. أما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فما تزداد إلا نصاعة وما تزداد إلا انتشارا ووضوحا. الأراجيف جمع إرجاف، والمرجف وذلك الشخص الذي يروج الباطل ويروج الخبر السيء، كما قال الله عز وجل في المرجفين في المدينة، المرجفون في المدينة من هم؟ المنافقون، يعني الذين يروجون ماذا؟ يروجون الأخبار الباطلة والأخبار الكاذبة من أجل النيل من المسلمين ومن شرف المسلمين ومن شرف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك. وأعلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الواردة من طريق الأحد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا. وأعلام نبينا، أعلام ما معنى أعلام؟ معجزات، قلنا المعجزات والأعلام والدلائل بمعنى واحد، دلائل النبوة جمع دليل، والمعجزات جمع معجزة، وأعلام جمع علم، المراد بها معنى واحد وهو الدلائل والبراهن التي أيد بها الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تزداد هذه الأعلام وهذه الدلائل والمعجزات التي وردت عن طريق أخبار الأحد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا. ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها وإجهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا، يعني كثيرا ما يبذل الناس جهودا من أجل إطفاء نور هذه الآيات وهذه الدلائل. وتناولتها الفرق بالطعن، وتناولتها الفرق بالتوهين والتضعيف، ما يزيده ذلك إلا نصاعة، ما يزيده ذلك إلا نصاعة. وإجهاد الملحد، إجهاد الملحد يعني أنه يفرغ جهده من أجل أن يطفئ نورها، أن يطفئ
أن يطفئ نور هذه المعجزات، ما يجد نورها إلا قوة وقبولا، ولا للطائن عليها إلا حسرة وغليلا. لا يزداد الطائن في تلك المعجزات والمشكك فيها والمهن لشأنها، لا يزداد إلا حسرة وغليلا. الحسرة معروفة هيك، والغليل هو حرارة العطش. وشبه الحقد والحسد والضغن الدفين في الضمائر، شبهه بماذا؟ بالغلة التي يصاب بها الإنسان العطشان، الإنسان الذي يصاب بالعطش وتحترق أحشاؤه من شدة العطش. فكذلك الذي يريد أن ينال من شيء ما فلم يستطع، فإن باطنه يحترق، كما احترقت بطون هؤلاء الذين يحاولون النيل من معجزات ودلائل وأعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إخباره عن الغيوب وإنباؤه بما يكون، كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، إخباره عن الغيوب كإخباره عن الدجال، وأنه سيأتي في آخر الزمان، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأنه صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يعصمه من فتنة المسيحين، من فتنة المسيح الدجال. كل هذه الأخبار وهذه الأحاديث الواردة في مثل هذه المواضيع يعني صحيحة لا شك فيها ولا ريب فيها، ولا يرتاب فيها إلا يعني إلى منافق أو كافر. أما المؤمن فإنه يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ودابة الأرض كذلك، والمهدي يعني ظهور المهدي المنتظر الوارد في صحيح الأخبار. هذه الأخبار كلها وإن تعلقت بالغيب فنحن نصدق بها، لأننا أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنباؤه بما يكون، بما يكون، سيكون كذا، ستكون فتن قد عيل للمظلم، ستكون كذا، ستكون أحوال القيامة كذا، وسيحشر الناس إلى كذا، وستتبعهم نار، وسيظهر كذا. هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، لأنه صلى الله عليه وسلم ببساطة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالإخبار في الحقيقة من الله سبحانه وتعالى. أخبر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني من هذا المنظور ننظر إلى مثل هذه الأخبار التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان في الماضي أيضا، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان في الماضي، في الأمور المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي من آياته على الجملة بالضرورة، وهذا حق لا غطاء عليه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة جدا تتعلق بالماضي، تتعلق بالأقوام الماضية. لقد كان في من كان قبلكم كذا وكذا، لقد حدث في من كان قبلكم كذا وكذا. يعني كان كثيرا ما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم يطلع عليها أحد من البشر، ولم فإذا بالقرآن الكريم ينزل بها أو يوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارة تكون هذه الأخبار المغيبة في القرآن الكريم كقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقصص بلقيس، وقصص سليمان، وفلان وفلان، والله عز وجل يعلق بعدما يقص القصة يقول: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، بمعنى لم تكن موجودا معه حتى تخبر الناس بمثل هذه الأخبار، ولكن أوحينا إليك هذه الأمور من وحي من الله عز وجل، أوحينا إليك بهذا القصص الذي لم يطلع عليه أحد من قبلك. أو تكون هذه الأخبار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة وليس فيها في الكتاب، في السنة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرع والأعمى والأبرص، وما حدث لهما من الاختبار والامتحان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غفر الله له لكلب سقاه، ولامرأة بغي غفر الله لها لكلب سقتها، ولامرأة دخلت النار في هرة، وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد شهدها وحضرها، ولكن أخبره بذلك الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نشك في مثل هذه الدلائل والآيات. وقد قال به من أئمتنا القاضي
والأستاذ أبو بكر وغيرهما رحمهم الله، وقد قال به من أئمتنا القاضي، قال القاضي، وذهب شراح الشفاء في القاضي هنا مذهبين، فمنهم من قال القاضي الباقلاني، ومنهم من قال القاضي أبو بكر ابن العربي، لأنه قال القاضي ولم يعرفوا إلى أين يعود هذا الوصف، هل هو القاضي أبو بكر الباقلاني أم القاضي أبو بكر ابن العربي. والأستاذ أبو بكر أيضا، والأستاذ أبو بكر مبهم، هل هو الأستاذ أبو بكر الباقلاني إذا كان الأول ابن عمر يمكن ابن العربي، يمكن أن يكون الثاني هو ماذا الباقلاني، أو أبو بكر الأستاذ أبو بكر ابن فورك ابن فورك. فكلاهم من علماء الكلام وعلماء العقيدة وعلماء الفقه المالكي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص أو القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعته للأخبار وروايتها. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أن أبو بكر الباقلاني وأبو بكر القاضي بن العربي أبو بكر بن العربي وأبو بكر بن فورك يعني ذهبوا إلى أن هذه المعجزات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كلها حق لا تزداد مع مرور الزمن إلا نصاعة ووضوحا. يقول القاضي عياض وما عندي أوجب قول القائل أنها من باب خبر الوحيد إلا قلة مطالعته للأخبار وروايتها، الذين يقولون هذه أخبار أحد. سبب قوله هذا القول أن هذه المعجزة من باب خبر الأحد، سبب قوله ماذا؟ قلة مطالعته للأخبار. لأنه مثلا لو ذهبنا إلى قصة المثال الذي ذكرنا قصة جابر، أن هذه القصة رواها جابر، قصة العناق والمدمنة من الطعام رواها جابر، ولكن كم من واحد أكل من ذلك المد؟ ألف. كم من قصعة أفرغت في ذلك من ذلك المد؟ مئة قصعة، يعني عشرة 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 حتى أكلوا عن آخرين. إذن هذا الخبر لم يكن خبر أحد بسبب أن الراوي رواه، ولكن هذا الخبر كان متواترا لأن الجماعة استفادت منه، الجماعة أكلت من ذلك الصاع ومن ذلك المد ومن ذلك العنق. والذي قال بهذا القول سببه قلة مطالعته للأخبار، قلة مطالعته للأخبار. كثير من السنن النبوية المأثورة عمليا تدخل في هذا الإطار، تدخل في هذا الإطار، يعني قد تكون حتى في سندها ضعيفا، قد يكون هذا النص في سنده ضعيفا، ولكنه من حيث العمل هو عمل متواتر مشهور معمول به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الخلفاء الراشدين إلى من بعدهم من الأئمة الأعلام، فيأخذ هذا مأخذ التواتر. ولذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد في كثير من المواطن، يقدم على خبر الأحد ويقول واحد ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، فتأخذ النص على سبيل المثال أيهما أولى بالأخذ، تشهد عمر أم تشهد ابن مسعود، مثال بسيط جدا في الفقه، فتشهد عمر رضي الله تعالى عنه مروي في الموطأ وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه يعلمه للناس على المنبر، وتشهد ابن مسعود مروي في الصحيح موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. فهذا من حيث مقاييس المحدثين حديث ابن مسعود أصح، ولكن حديث عمر أشهر وأكثر انتشارا. لماذا؟ كون عمر رضي الله تعالى عنه علمه للناس على المنبر في جمع من الصحابة الكرام والتابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ففيه تعليم، ولا يمكن لعمر رضي الله تعالى عنه أن يعلم شيئا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال فيه اجتهاد، فلا حكم الرفع من حيث اتصال السند،
فله حكم الرفع لأن هذا من جزء من الصلاة لابد أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن عمر اخترع من نفسه تشهدا يعلمه للناس، وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سمعه ابن مسعود وعلمه لجمعين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا نكير، يعني ولا أحد ينكر على عمر رضي الله تعالى، فدل سكوتهم كما ذكرنا على ماذا؟ فدل سكوتهم على إجماعهم على ذلك، فكان حديث عمر أصح من هذه الناحية من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكون عمر علمه للناس على المنبر، لكون عمر أميرا للمؤمنين، لكون عمر علم ذلك للناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه لم يطرأ عليه نسخ ولم يطرأ عليه ما يغير فيه الرأي، فكان حديث عمر أولى عند أهل المدينة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. هذا مثال بسيط يدل على أن الذي يقول حديث عمر موقوف يعني لم يقرأ هذا النص في محله وفي موطنه، لم يقرأ أن هذا الحديث وأين وقع وكيف وقع وكيف أخبر عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة الكرام على المنبر يعلمهم التشهد على المنبر وهم ساكتون على ذلك ولا مخالفة له في ذلك، يعني لم ينظر إلى كل هذه الملابسات أو الأوصاف المحيطة بهذه الرواية حتى قال إن حديث عمر موقوف وحديث ابن مسعود موصول، فلنعمل بالموصول ونترك الموقوف مع العلم أن مثل ذلك لا يقال فيه بالوقف لأن مثله لا يقال عن الرأي والاجتهاد. وشغله بغير ذلك من المعارف، يقول قاضي عياض هذا الذي يقول مثل هذا الكلام فما يدل إلا على قلة مطالعته للأخبار وروايته لها. وشغله بغير ذلك من المعارف، أي أنه انشغل بغير ذلك من المعارف، قد يكون مختصا في النحو وقد يكون مختصا في حتى في الصناعة الحديثية قد يكون منشغلا بالأسانيد ولكن لم يكن مهتما بالأمور التي أشرنا إلى بعضها. وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه، ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، وهما يزال يناقش طريقة الحصول عليه على المتواتر، قد يكون الشيء متواتر بالنسبة لأناس أو لإنسان أو لجماعة من الناس وهو بالنسبة للآخر لم يصل حتى مستوى الأحد، لم يصل حتى مستوى الأحد. ومثل لذلك بالبسملة، أبرز مثال لذلك البسملة، فالإمام مالك يقول البسملة في القرآن الكريم يعني ليست آية من الفاتحة مثلا، وتكره قراءتها بمعنى كراها المقصدية أن تقصد أنها آية، أما لو قرأتها على سبيل التبرك فلا بأس. وأوجب الإمام الشافعي قراءتها وقال إنها آية، قال هذا متواتر وهذا متواتر، فهما قراءتان متواترتان، كيف يكون المتواتر ينقض المتواتر الآخر؟ ليس هنا تناقض، فهذا متواتر وهذا متواتر، إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وكل وما رجح من هذين المتواترين. الشاهد في ذلك أن المتواتر لا يعني أن الشيء الآخر غير موجود، إذا كانت البسملة متواترة فعدم البسملة أيضا أمر متواتر، فهما قراءتان متواترتان من السبعة كما قال ابن حجر وغيره فإن أكثر الناس، القاضي عياض يعطي أمثلة، قال فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر يعني عن طريق الخبر وليس عن طريق المعاينة، يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة، كثير من الناس يعلمون أن بغداد موجودة وأن هذه المدينة مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة، يعني يتحدث عن زمن الإمامة والخلافة في بغداد، وأحد الناس لا يعرفون اسمها فضلا عن وصفها، يعني لو ذهبت إلى جماعة من الناس لعلموا أن بغداد هي العاصمة العباسية وأنها دار الخلافة وأنها منطلق الحضارة الإسلامية بعد المدينة المنورة ودمشق، فهذا معلوم ضرورة عند علماء الأمة وأدبائها وأصحاب أخبارها، يعني هذا شيء منتشر جدا.
ولكن قد يكون من أحد الناس من لا يعلم اسمها فضلا عن أوصافها، من لا يعلم ما لا لا لم يسمع قط ببغداد، فكيف أن يعلم أنها دار خلافة ودار إمارة والإمامة إلى غير ذلك من الأمور. فجهله هذا الشيء اللي بغى يقول القاضي عياض، فجهل أحد الناس بالبغداد لا يعني أنها غير موجودة، ولا يعني أنها غير مشتهرة ومشهورة وأن أخبارها متواترة وأن الناس كتبوا فيها تاريخ بغداد، يعني مجلدات ضخمة في تاريخ بغداد، كما أن هناك مجلدات ضخمة في تاريخ دمشق، يعني ألفت الكتب. من الذي ألف تاريخ بغداد؟ خطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي، حافظ المشرق، حافظ المشرق رحمة الله تعالى عليه. وهكذا يعطي مثالا آخر، وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه إيجاب قراءة أم القرآن في الصلاة للمنفرد والإمام. يعلم الفقهاء من أصحاب مالك، والمراد بالأصحاب هنا ليس الأصحاب بمعنى المعاشرين له والمعاصرين، وإنما المراد بالأصحاب هنا الأتباع، فيدخل في الأصحاب هنا كل من تمذهب بمذهب مالك فهو من أصحابه، فالصحبة المراد بها هنا التبعية. فأتباع مالك يعلمون جميعا أن إيجاب أن الفاتحة واجبة في الصلاة للمنفرد والإمام، وأنها غير واجبة بالنسبة للمأموم، لأن المأموم قراءة الإمام له قراءة لا تجب قراءة لا الفاتحة ولا غير الفاتحة على المأموم، فالمأموم تابع لإمامه، فإذا قرأ الإمام فهو يستمع، وإذا لم يقرأ الإمام فهو يقرأ. حتى هذه القراءة السرية في الصلاة السرية لم تكن واجبة في المذهب المالكي، وإنما يقرأ حتى لا ينشغل بالغفلة وخروج الدين وخروج العقل عن موضوع الصلاة، وإلا فقراءة الإمام له قراءة كما ورد ذلك صحيحا. فهذا معروف عند أصحاب مالك. وكذلك إجزاء النية في أول ليلة من رمضان، نحن نعلم أن مذهب مالك يقول تكفي النية أو يكفي عقد النية في أول ليلة من رمضان ثم تصوم شهرا كاملا، ونية تكفي لما تتابعوه يجب إلا أن نفاه مانعه، كما يقول ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه. فإذا نويت في أول ليلة من ليالي رمضان أن تصوم رمضان هذا يكفي، بينما الإمام الشافعي يقول يجب تجديد النية في كل ليلة، يعني كل ليلة خصك تجدد النية باش تصوم، لأنك ما دمت كسرت رمضان وأفطرت في المساء فينبغي تجديد نية الصيام من جديد، فيعتبر كل يوم عبادة مستقلة، بينما الإمام مالك والمالكية يعتبرون شهر رمضان عبادة موحدة، عبادة واحدة لا تنفصل هذه العبادة إلا بمانع، لا تنفصل إلا بمانع كسفرين ومرضين وحيضين ونفاسين وما إلى ذلك. فإذا انفصلت هذه العبادة بسبب مانع كما كالحيض والنفاس وما إلى ذلك، فإنه عندئذ يجب تجديد النية عند ابتداء الصيام من جديد، عندئذ يجب عقد النية من جديد. أما ما دام الصيام متصلا فإنه تكفي نية واحدة، ويندب تجديدها كل ليلة، ولكن لا يجب، نحن نتكلم عن الوجوب، وإلا فإنه يجب مرة في أول ليلة ويندب في كل ليلة، يعني يندب تجديد عقد النية من جديد. فهذا بالنسبة للمالكية معروف، وأن الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى تجديد النية كل ليلة، والاقتصار على المسح في المسح على بعض الرأس، وأن مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد، يعني أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى الاكتفاء بمسح بعض الرأس، بينما الإمام مالك وأصحابه يرون مسح الرأس كله، يرون مسح الرأس كله، يعني يوجبون مسح الرأس، والسبب في ذلك هذيك الباء وامسحوا برؤوسكم، هذيك الباء واش هي للإلصاق أو هي للتبعيض، فذهب الشافعية إلى التبعيض، يعني يكفي أن تمسح بعض الرأس، وذهب المالكية إلى الإلصاق، يعني أن هذه الباء تؤكد عموم المسح للرأس،
فيجب مسح الرأس كله، فيجب مسح الرأس كله. يعني انظر إلى أسباب الخلاف عند الفقهاء، فمن أسباب الخلاف اختلافهم في المعنى، اختلافهم في معنى الحرف حروف المعاني أو في دلالة اللفظة أو في غير ذلك من الأمور التي تعود إلى فهم اللغة وأساليب العربي في كلامهم وسننهم في ذلك. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة المقبلة بحول الله لنتابع الكلام عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.